واحد اي اي واحد هاي وين يشتغل مين تصور مين انت تصور مين هم اصحابك يا هاد طيبين بس مشكلتهم ما يتكلموا الحق بكلمك صراحه يا رجل نساء الفراغ واطفالها اللي ماتوا بالسيارات المفخخه مفخخه والله كانوا يروحوا الاسواق ومعروفه الدوله المملكه ليش ما تقول المملكه اقول لك لا ارهابيين نعرف ارهابيين المملكه كانت تطلق المساجين السعوديين تجلدهم عشان يقاتلوا الجماعه احنا وين شفنا الارهاب الارهاب قال انا من المملكه العربيه انا كصومالي عايش بالصومالي بعتقد احنا الشباب الصومالي يزودوهم بالفلوس ويقتلوا احنا كصومالي المملكه العربيه السعوديه